ايوه يا كرم، مش هيطلع الكاميرات الدور الثالث. يا نهال، يا نهال علي، ايه اللي انت خايفه منه ده؟ انت معاكي طارق درغام. ماشي، مستنيكي كمان ساعه، ما تاخريش. تعرف مين ده يا باشا؟ أكرم عبد الحي، كان ضابط سابق في مكافحة الإرهاب، من كام سنة كده اتفصل عشان سوء سلوكه، بعدها مسك أمن كذا قرية سياحية، دلوقتي بقى هو اللي ماسك أمن الأوتيل اللي حبيبك بيقعد فيه، الظاهر كده والله أعلم هو اللي بينفذ له العمليات القذرة. نهال. هاي طارق. هاي. ازيك؟ تمام انت؟ كله كويس. رائد اكرم ماسك امن الاوتيل. اهلا. اهلا وسهلا. دكتورة نهال مرات علي بيك جدي. اهلا وسهلا. اهلا. ايه الاخبار يا نهال؟ تمام، انت ايه الاخبار؟ زي الفل. طب ونهال ايه علاقتها بواحد زي ده؟ مش معقول اللي بتقوله ده يا سليم. نهال لا يمكن تعمل كده، مستحيل. بعد 40 سنه محاماه اقدر اقول لك بكل ثقه مفيش حاجه اسمها مستحيل. بصراحه انا مش عارف اقول لك ايه. تخيل بقى لما سليم دربله يبقى مش عارف يقول لك ايه. لا ما هي باسط، خلاص قول. هو فيه صنف كده والعياذ بالله ما بيطمرش فيه ابدا مهما عملت له، حتى لو عبيت له الدنيا كلها في ازازه هيرميها ويدور على ازازه غيرها. عندك حق، بس ليه؟ ليه؟ هد اعصابك شويه يا معالي الوزير. انا ما حرمتهاش من حاجه سليم، كل المتعه اللي في الدنيا شوبينج سفر حتى السرير الزفت ما حرمتهاش منه، وفي الاخر عايزه تموتني. تموتني انا سليم؟ طلقها. هو صحيح ان قبض الحلال عند الله الطلاق، بس حلال. طلقها يا اخي ورايح دماغك. لا سليم، مش هسيبها تفلت بعملتها، مستحيل. انجز انت بس في موضوع طارق وسيب لي النيال، انا هتصرف معاه.